الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت وما معنى الإيمان بالرسل، وما معنى الإيمان بالرسل؟ الجواب: لا يتحقق الإيمان بالرسل إلا إذا آمنت بعدة أمور. أولا، أن تؤمن بأنهم رسل من عند الله عز وجل حقا وصدقا، وهذا إيمان مجمل فرض على كل مسلم ومسلمة، ولا يعذر أحد بجهله أبدا، وهو الإيمان الإجمالي بالرسل. ثم ما يأتي بعده إيمان تفصيلي يجب على من تعلمه وعرف دليله. الأمر الثاني، أن تؤمن بمن سمى الله عز وجل منهم باسمه، كمحمد وآدم ونوح وإبراهيم ويعقوب وإسماعيل وغيرهم ممن ثبتت أسماؤهم في الكتاب والسنة. الثالث، أن تصدق أخبارهم، فالرسول لا يكذب مطلقا في أخبار الوحي. الأمر الرابع، أن تعمل بشريعتهم. الأمر الخامس، أن تعتقد أن باب النبوة والرسالة قد ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الأمر الخامس، أن تؤمن بأن أفضلهم وأعلاهم منزلة وقدرا وأكثرهم إعجازا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.